مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض. في رواية أبي داود إن الله زوى لي الأرض أو قال إن ربي زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. وفي رواية أبي داود فأريت مشارقها ومغاربها. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإني سألت ربي لأمتي سؤال قال وإني سألت ربي لأمتي. نلحظ هنا ملحظ وهو أن وجود الخير في يد الإنسان لا يجعله في منأى عن بركة الله عز وجل والافتقار واللجوء إليه. ولذا كأنه عليه الصلاة والسلام يقرر ما ذكر في النصوص من أن زيادة النعمة تؤدي إلى الطغيان المؤدي إلى الهلاك. قال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى لما أن رآه استغنى. قال تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه لما أن آتاه الله الملك. قال تعالى وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. وقال تعالى أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. ولذا لما بشر بهذه البشارة لجأ إلى ربه عز وجل من أن تقع هذه الأمة بعد التوسع أن تقع بماذا؟ في مخالفة أمر الله عز وجل فيحل بها سخط الله عز وجل وعقابه. وإذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال كيف أنتم إذا فتحت عليكم فارس والروم؟ فقال عبد الرحمن نكون على ما يريد الله. قال وغير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتباغضون ثم تتدابرون. وقال عليه الصلاة والسلام ما الفقر؟ أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح لكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ولذا لجأ إلى ربه عز وجل. وفي هذا تنبيه لنا إذا أعطي أحدنا خيرا من خيرات الدنيا ألا يغفل عن الله عز وجل، فإن غفل زاده الله عز وجل أو قد يزيده خيرا حتى يكون محل استدراج. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ولذا قال سألت ربي لأمتي. يستفاد منها فائدة أخرى غير الفائدة الأولى، يستفاد منها شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. وهذه الكلمة أو هذه الفائدة كثيرا ما تمر معنا في النصوص وكثيرا ما يذكرها العلماء في بعض النصوص إذا استنبطوها من هذه النصوص، لكن هذه الكلمة وهذه الفائدة ينبغي ألا تمر مر الكرام دون أن يمعن النظر فيها. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم شفيقا على أمته فيلزم هذه الأمة ما يلي: أولا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، هل جزاء الإحسان للإحسان. الأمر الثاني متابعته عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث الحذر من الوقوع فيما يخالف أمره عليه الصلاة والسلام. الأمر الرابع الوقوف بقوة في وجه من يعادي سنته عليه الصلاة والسلام أو يعادي شخصه الكريم.